احمد، في انا عايزه اخد منظورها. رايك كمان في موضوع الولاد اللي بقت رقاصه، يعني شيء غريب جدا. يعني هو شاب رقاصه دي حاجه جديده. طبعا هرجع دي عشان ما عجبتنيش. عايزين نتكلم في الموضوع، بس عايزه لا هو النهارده، عايزه اسمع رايه وبعدين ارجع. النهارده راقص، مش المتعارف قادره اقول راقص. عليه ان هو مثلا كمدرب رقص، ده موجود من فتره طويله، وظهر وجسدته السينما المصريه في افلام قديمه جدا. تعليم لكن الرقص انا ما فيش مشكله، تعليم او الرقص راقص رقص اللي هو الفنون الشعبيه اللي هو العصايه وكده. لا حضرتك ده، لكن يطلع يلبس بدله ويرقص زي الرقاصه؟ لا حضرتك انا النهارده دوت لا يمكن ان انا يندرج تحت لا يمكن ان ده يندرج تحت الحريات الشخصيه. ده يعتبر من الافعال غير مرغوبه في المجتمع. النهارده ما عنديش نص قانوني يقدر يجرم لي الواقعه اللي حضرتك بتحكي فيها. لكن النهارده ده قادنا لايه؟ ما هو استاذ جيهان اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده خدنا لمستوى ابعد من كده، خدنا الحفل مثليين، وخدنا لامور تانية، وخدنا لعبده شياطين، وخدنا الافعال من الشباب النهارده اللي هم مفروض مستقبل الامه النهارده، اللي هم يقودوا البلد بينا لبر الامان. الشباب دول هم ثمار البلد، هم القوى العظمى ليها. النهارده هم الساعد بتاعنا اللي احنا بنقدر نعيش عليه. النهارده ده حضرتك ده مش موجود بالثقافات او الموروثات الثقافيه اللي احنا بنستخدمها غلط. احنا النهارده ما بنقدرش نجدد من موروثاتنا الثقافيه.